مكان. بس انا كنت فاكره يا باشمهندس واحنا صغيرين كده لما يبقى عندنا زرع في الاوضه يقولوا لنا خرجوا الزرع من الاوضه وانتوا جايين تناموا بالليل، ده حقيقي؟ دي شويه معلومات خاطئه بقى. انا بجد؟ هو في انواع زرع اصلا فعلا هي بتعمل ايه، بتطلع اكسجين بالنهار وبالليل بتطلع ثاني اكسيد الكربون، وده معظم النباتات الداخليه بتعمله. بس هي الفكره كلها انت عشان توصل لده عايز اصلا الاوضه بتاعتك تكون ملانه زرع جامد جدا عشان ياثر عليك وانت نايم. لكن زرعه او اتنين او خمسه عمره ما يعمل، مش هيوصل لمرحله ان هو يغطي عليك ويفرز ثاني اكسيد كربون فيغطي عليك وانت نايم. طب انا عايز اعرف ايه الانواع، يعني وانا بقول الانترو احنا في انواع ما كانتش بتتزرع انت فزي ايه وازاي عملتها؟ بص يعني معظم الانواع العصريه زي اللي في البلوره دي، هي البلوره دي عموما اسمها بيئه التراريوم. بيئه التراريوم دي ان الازاز ده ممكن اسقيه كل شهر مره. ليه؟ لان هو بيعيد تدوير المياه تاني فانت مش محتاج تسقيه مده كبيره. الانواع اللي فيها حاجات يعني زي الاشفيريا مثلا، دي حاجات مستورده اللي هي ملونه، لو انت اخدت بالك هي شكلها ملون شويه. فالحاجات دي معظمها ما كانش انتاجه في مصر زياده. هو احنا كل ده اصلا بنتكلم على جزئيه اسمها العصريات. العصريات دي جزء من اجزاء من الصبار. الصبار من اسم حاجتين، شوكيات الحاجه اللي امسكها تشوكني، والعصريات اللي المسها ما فيهاش غير ميه. تمام. العصريات مش منتشره قوي في مصر، او يمكن جديده شويه علينا، في انواع كتير ما كانتش موجوده، فدي اللي جت من بره عموما بدانا ننتج منها وتشتغل معانا بسهوله. دي حلوه قوي. يعني عارف اللي هو دي المود، يعني عارف اللي هو بتديك المود اللي هو ايه بقى ايه يعني. بس دي ايه؟ ده صبار؟ ده نوع اسمه هورسيا زيرو. دي بقى مش قلل ناس وغطى، دي سيبني انا امشي. صح. هو فعلا فكره اللي هو زي ما دي ايه بقى؟ ربط الزرع. النوع ده اسمه هورسيا زيبرا. ايه؟ هورسيا زيبرا لان هو شبه الزيبرا. بس ده صبار، لان انا لما مديت ايدي كده في هو نوع عصاري برضه. في خشب. تمام. الميزه فيه ان جذوره سطحيه جدا. سطحيه. فما بيحتاجش بقى ميه كتير، على فكره دي من الحاجات اللي ممكن بجد في الشتاء تعدي الشهر من غير ما تشرب ميه. وفي حاجه حلوه قوي للحاجات دي كلها، احنا ما بنحطش اي فرتلايز، لا احتاج اهتم ولا